والآن مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى ساحة مشوى القصر الملكي العامر بمدينة تطوان، حيث يترأس الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام الملك الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه مشرى الضباط. لقد حالت ظروف الوباء دون استقبال الأفواج الأخيرة من خريجي المدارس والمعاهد العسكرية والأمنية والترابية، ويسعدنا أن نلتقي بكم اليوم لأداء القسم أمام جلالتنا بصفتنا القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ومما يزيد من اعتزازنا ما وفرناه لكم من تكوين حديث وتأهيل مستمر، وما تتحلى به قواتنا من تجند ويقظة والتزام في النهوض بواجبها الوطني. وقد قررنا أن نطلق على الأفواج الأربعة من 2020 إلى 2023 اسم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، اعتبارا لمكانتها لدينا ولدى شعبنا الوفي، وتقديرا لما تقوم به في مجال الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية وفي خدمة قضايا المرأة والطفولة. فكونوا رعاكم الله في مستوى ما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقكم من استقامة وانضباط وغيرة وطنية صادقة، أوفياء لشعاركم الخالد الله الوطن الملك. راحة بكم القسم. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أخلص لله ولملكي، أن أخلص لله ولملكي، وأن أتفانى في خدمة وطني، وأن أتفانى في خدمة وطني، ودفع كل خطر يهدده، ودفع كل خطر يهدده، وأن أنفذ أوامر، وأن أنفذ أوامر قائد الأعلى صاحب الجلالة، قائد الأعلى صاحب الجلالة. أدى الضباط الجدد خريج المدارس العسكرية وشبه العسكرية القسم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية في حفل أداء القسم في هذا اليوم الأغر الذي يوافق عيدا راسخا في وجدان الشعب المغربي، عيد العرش المجيد في ذكراه 24، مناسبة تعكس كل سنة تلك الرابطة المتينة والعروة الوثقة التي تجمع العرش بالشعب. وقد تفضل جلالة الملك فأطلق على الأفواج الأربعة اسم صاحبة السمو الأميرة للا مريم لإسهاماتها في المجال الاجتماعي. حفل يعكس صدق الإرادة ونكران الذات في الدفاع عن الوطن والذود عن وحدته الترابية وأمنه واستقراره، وفاء لشعار الأمة الخالد الله الوطن الملك.
مما يشكل مبعث اعتزاز ومنبع افتخار بقواتنا العسكرية الباسلة وبالأدوار الجليلة المنوطة بأفراد القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، الساهرين ليل نهار على الوحدة الترابية للمملكة، المدافعون بكل عزم وصمود عن حوزة الوطن، وما تقدمه من أعمال جليلة في سبيل الدفاع عن ثوابت الأمة ومقدساتها، وما تتصف به من خصال الجندية والمواطنة الحقة والولاء الدائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ضامن وحدة الوطن واستمراريته. كل هذه المعاني والقيم يختزلها هذا القسم الذي يؤديه المتخرجون الجدد بصوت واحد أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ويأتي ليتوج مسارا من تكوين حديث ومتكامل اكتسب خلاله أفواج المتخرجين كفاءات ومؤهلات مستنيرين برؤية صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عاقدين العزم على مواصلة العمل لاستشراف المستقبل والتأقلم مع مستجداته الطارئة من أجل تنفيذ المهام المنوطة بهم بانضباط واحترافية. ويعتبر هذا القسم أمانة على عاتق المتخرجين الجدد لاستكمال الأمجاد والبطولات التي يحفل بها تاريخ القوات المسلحة الملكية، ويعكس ما يتمتعون به من جاهزية وانضباط وروح التفاني في خدمة الوطن، تلك قيم التلاحم والتضحية ونكران الذات التي تستمد منها قواتنا المسلحة الملكية ووراءها الشعب المغربي قاطبة مقومات مناعتها وسماتتها مجندة وراء قائدها الملهم جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الذي رسم نهج تطوير القوات المسلحة الملكية هيكلة وتنظيما، وحرص جلالته على توفير الدعم والمواكبة المستمرة بعزيمة وإصرار لتحقيق أعلى مستوى من الاحترافية والاستعداد لمواجهة كل التحديات، مع التركيز على جودة تكوين العنصر البشري نظريا وتطبيقيا والتحصيل المستمر والمثمر لكل المعارف والخبرات الضرورية التي تؤهل المتخرجين للقيام بمهامهم المتعددة في أحسن الظروف. كما تشمل رؤية جلالة الملك مواصلة تعزيز قدرات الجيش الدفاعية بإعطاء الأولوية لتجهيز وتطوير القوات المسلحة الملكية وفق برامج مندمجة ترتكز خصوصا على توطين الصناعات العسكرية وتنمية البحث العلمي. وموازاة مع هذا النهج، مد جسور التعاون بين قواتنا المسلحة الملكية ونظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة، والتي أسفرت عن نتائج محمودة زادت من إشعاع جيشنا وحضوره دوليا، مما يعزز مصداقيته ويغني رصيده المعرفي. وبعد أداء القسم، يستعرض جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مختلف وحدات أفواج صاحبة السمو الأميرة للا مريم، الذي يتألف من ضباط تخرجوا من المدارس. وبعد أداء القسم، يستعرض جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مختلف وحدات أفواج صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، الذي يتألف من ضباط تخرجوا من المدارس العسكرية العليا، ويتعلق الأمر بالأكاديمية الملكية العسكرية، المدرسة الملكية الجوية، المدرسة الملكية البحرية، المدرسة الملكية للخدمات الطبية العسكرية، وينضاف إلى ذلك ضباط السلك الخاص والضباط الذين ترقوا في رتبهم ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية، التابعين للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة، كما ينضاف
إلى هذه الفئات من الخريجين ضباط الاحتياط خريجو المدارس العليا شبه العسكرية والذين تخرجوا من المدرسة المحمدية للمهندسين، المعهد الملكي للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، المعهد الملكي للشرطة، المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين ومركز التكوين الجمركي. يتفضل صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بترقية عدد من الضباط السامين إلى رتبة فريق وعميد ينتمون لمختلف المصالح والأسلحة، كما تفضل جلالته وأعطى موافقته السامية على نشر جدول ترقيات أفراد القوات المسلحة الملكية إلى رتب أعلى برسم سنة 2023. وتندرج هذه المبادرة السامية في إطار الترقية المنتظمة لأفراد القوات المسلحة الملكية بكافة مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي. وتعكس هذه الالتفاتة المولوية الرعاية السامية والعناية الخاصة والموصولة التي يوليها صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لأفراد هذه القوات، وحرص جلالته على توفير كافة ظروف العيش الكريم لهم سواء المادية منها أو المعنوية. وكان جلالة الملك قد استقبل في 29 من يوليوز الجاري بتطوان المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية ورئيس اللجنة المكلفة بترقية أفراد القوات المسلحة الملكية، والذي رفع إلى النظر المولوي خلاصات ونتائج الأشغال الخاصة بترقية أفراد القوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاستقبال عبر رئيس اللجنة المكلفة بالترقيات لجلالة الملك عن تقدير أعضاء اللجنة العميق واعتزازهم الكبير للرعاية والتوجيهات والتعليمات الملكية السامية التي ألهمت ووجهت عمل اللجنة خلال كافة المراحل، وحظيت خلاصات اللجنة وجدول الترقيات بموافقة جلالة الملك الذي أعطى تعليماته السامية بإبلاغ تهاني جلالته إلى الذين تمت ترقيتهم، وحث كافة أفراد القوات المسلحة الملكية على الاستمرار في التفاني في إنجاز مهمتهم النبيلة وفاء منهم للشعار الخالد الله الوطن الملك. إلى هنا نودعكم وإلى اللقاء.